كتير يعني. ورنا السبكي. ورنا السبكي كذا حد يعني. عندي خزنه في البيت. ما بستعملهاش. ما بستعملهاش. مفيش حاجه، مفيش فلوس تتحط فيها. لا مش فكره كده. غير كده كمان. لا ما اعرفش، عبيطه كده انا ولا ايه؟ ما قالت ترمي الحاجه عادي. ماما قالت لي هاتيها. اه بالظبط. وفي الاخر اكسل اقعد لسه هقعد افتح واحط ارقام وادخل رامي الحاجه بره. طبعا الست بتموت نفسها في البيت، تقطع شرايينها. اول حاجه بتشدك في الراجل ايه؟ يعني ده من بره شكلا يعني. يعني ايه شكلا؟ اشمعنى؟ علشان العينين بتعرفك حاجات كتير عن الشخص، بس كمان لو انت شاطر في الاي كونتاكت، ولو انت مثلا بتشتغل شغلانه زي بتاعتنا دي بتفهم من العينين حاجات كتير قوي. بعدين في الشخصيه بقى، مدى الطيبه، الحنيه والامان تاني. انت مش بتخافي لما تقعدي تبصي مثلا في حد راجل مثلا تبصي في عينه كتير فيفهم غلط ان مي مثلا بتسبل له ولا حاجه؟ لا انا ما بعملش كده كتير. تخطفي حاجه مش محتاجه. تخطفي انا بس كده ثانيه في، بص فهمتوا ثانيه كده اشوف اعرف على طول الشخصيه عامله ازاي. بيبان 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 وبيبان من تقطيع الوش. يعني انا كتير فينا مش عارفه، دي حاجه من عند ربنا بقى، انا في ناس اشوفها من تقطيع وشها شكله أعرف. شرير، وفي واحد بيبان على طول شكله كده طيب صح. بتحب الراجل اللي بيعمل مجهود انه يجري مثلا ورا مي عز الدين، اللي مثلا يكون معجب بيها فعشان يوصل لقلبها بسرعه فيعمل مجهود فيروح لها عند البيت فيروح مش عارف ايه ويسال صحابه عليها، ولا بتحب الراجل يبقى تقيل ويهدى كده لحد ما انت؟ لا مجهود. عارف ليه؟ علشان انت في زمن بقت الاكتريه بتفكر انه بص دي تلاقيها حواليها كتير. وتلاقي يعني عندها 17 واحد طول النهار بيقعدوا يزنوا ومش عارفه ايه وبتاع، فانا بقى عشان ابقى مختلف قال يعني هو كده معلينا. قال يعني هو كده خلاص، هو كده اللي هيبقى هو كده مختلف يعني. تمام. فانا بستفز من الفكره دي، بحس ان انت حاسس انها تستاهل ان يتبذل لها مجهود، حاسس ان انت بجد عايز تلفت نظرها او تقول لها ما تيجي ندي ليا انا وانت فرصه اعمل كده، مش حاسس ان انت عايز تعمل كده ما تعملش كده. بذل المجهود بيحسس البنت بقيمتها. مش لما ما تعملوش يبقى كده خلاص هو ده اللي هيلفت نظرها، بالعكس دايما حط اعتبار ان ممكن تكون هي بنت في عز فتره كلهم بيفكروا كده محدش بيعمل مجهود. وهي الممثله عموما بتبقى زهقانه من التمثيل. او انا يعني انا بتكلم عن نفسي، انا زهقانه تمثيل. فالمجهود هيبان ده بجد ولا مش بيبان؟ في حد جه عمل مجهود ولا لسه؟ في، انا خطوبتي كانت بناء على المجهود ده اصلا يعني. والله يعني دي اكتر حاجه انا حبيتها في زيدان. تالت حاجه من زمان. دي من احلى الحاجات في زيدان. عمل مجهود طبيعي.